You idiot! رجل عاري يعتلي سيارته ويتسبب بسلسلة حوادث متتالية. تسبب غباء هذا الأحمق في حوادث وإصابات أليمة لسائق دراجة واسمه ألكسندر ويرنر ويبلغ 27 عاما، حيث لاحظه أحد الدراجين يعتلي سيارة فورد رينجر على طريق ستات 522 نيو مكسيكو. سقط من على السيارة وبقى ممددا على جانب الطريق، فحاول الدراج أن يخفف من سرعته لتجنب الاصطدام، وصدمته سيارة تقودها سيدة كانت خلفه، مما أسفر عن جروح بالغة، وقد وجهت مخالفة للسائقة للقيادة في حالة السكر والاعتداء والأذى الجنائي. تاشينا ويتكر التي تصف نفسها بالمشركة التي لن تركع سوى للآلهة القديمة،